لكم باللغة العربية؟ هانتوما قسما بالله، وها هما العواشر داخلين، ما كنكون دايره شي حاجه في وجهي البنات قسما بالله، الا لابو ديالي هكا ما عندي علاش انا ندير فوندو تا هون اصلا. لا اصلا يخدموا عقلكم، انا دايره فوندو تا كاع وجيت نبرم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله خصكم فاطمه الزهراء غادي دير لكم واحد التبريمه زوينه بزاف البنات. هاد التبريمه ماشي غير فيما يعني فوق ما قال لك راسك ديرها ديرها، وانما كدار من بعد ما كدوشي غزاله بزاف، كدار بطبيعه الحال الوجه والعنق، زوينه 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 بزاف البنات، كتحيد لك التصبغات. علاش قلت لك خاصك حتى تدوشي عاد ديرها، اولا تكون ماشي تدوشي وانما البشره ديالك تكون نقيه، يعني انت خاصك تنقي البشره ديالك قبل ما ديريها عاد اجي ديرها. خصكم فاطمه الزهراء يلاه دوشات شعرها ومازال فازك، مازال حتى ما سرحتوش، الوجه نقي يعني منقيه مزيان يعني غاسله وهذا. وبغيت ندير هاد التبريمه هذه وبغيت نشاركها معاكم. وعلاش كما قلت لك خاصك ديريها وجه نقي؟ لان الوجه يكون نقي عفوا، باش المسامات كيكونوا محلولين ولابو ديالك كتستافد من هاد التبريمه هذه. هاد التبريمه ننصح بها، وقبل ما نوريها لكم ونخلطها قدامكم، البنات اللي البشره ديالهم حساسه وسمعوني مزيان اشنو غادي نقول لكم، واي واحد كيشوفني وكيسمعني يسمعني مزيان اشنو غادي نقول ليه، لان فريمون كيجوني تعاليق اولا اسئله للاجوبه ديالهم كاينين في داك الفيديو، اللي من المحتمل انكم تصنتوا الفيديو لكن ما كتصنتوش ماشي مشكل. سمعوني البنات، هاد التبريمه ما كدارش الوجه اللي كيكون حساس، اذا الوجه اللي كيكون حساس ما كدارش ليه التبريمه. انا كنقولها وكنعاود نقولها، شي بنات كيكتبوا ليا كتعاودي الهضره بزاف، راه كنعاود الهضره بزاف باش تفهموني. فريمون هاد التبريمه البنات راه ما كدارش الوجه اللي كيكون حساس، هاد تدار الوجه اللي بحال وجهي جاف، وفي نفس الوقت اي حاجه كتحط عليه ما كتوقع حتى شي حاجه، يعني انت كتكوني عارفه البشره ديالك اكثر مني انا، كتكوني حافظه البشره ديالك، فالبشره ديالك انت عارفاها وعارفه واش دهنيه واش حساسه واش مختلطه، عارفه هاد لي برودوي واش غادي يجيو معاك واش ما غاديش يجيو معاك. اذا قبل ما تفكري انك ديري هاد التبريمه خاصك تسولي راسك واش وجهي حساس اولا ماشي حساس. الا ما كانش حساس من هاد الشيء اللي غادي نوريك ديريها، كان حساس استافدي فقط. مهم البنات، اختكم فاطمه الزهراء كما قلت لكم يلا دوشات، ما تقولوش لي دايره المكياج، راه شي بنات وبطبيعه الحال ما كان يعني ما ماشي كلشي تقول لكم انت ايطاليه المكياج وجايه تديري لينا المكياج فوق الفون دو تان. ما عنديش كلينيكس هنا وما نمسح لكم وجهي، وجهي ما دايره ليه لا فون دو تان لا حتى شي حاجه حتى شي حاجه. ها شنو حاطه على فمي فقط، وشنو هو هذا؟ هذا المورد اللي كنت صاوبت معكم في واحد الفيديو، رجعوا شوفوا. غادي نخلي لكم ليا حيت بزاف البنات اللي ممكن انهم يكونوا دخلوا جداد من هاد لا فيديو ما يكونوش شافوا هاد هذا مورد الشفاه، وبطبيعه الحال الخدود راه ما درتوش الخدود ديالي لانني غادي نحط تبريمه على وجهي، فرجعوا لصندوق الوصف غادي تلقاو لو ليان ديال هاد المورد هذا ورجعوا وتفرجوا فيه. وجهي ما فيه حتى شي حاجه، واش انا نقدر ندير وصفه قدامكم على وجهي ونكون دايره شي حاجه؟ ما دايره حتى شي حاجه، وقسما بالله ما حاطه شي حاجه على الوجه ديالي. التبريمه كالتالي، كتاخدي زليفه ولا شي حاجه كديري الغسول الابيض، راه ديما كنوريه، وهذا استعملته حتى في الصابون اللي حطيت لكم قبيله. فغادي ناخد البودره البيضاء، كيقولوا لها مصري البودره البيضاء اولا يعني الطين الابيض اولا هذا كينقي صراحه الوجه. والله غادي ناخذ شويه بحال هكا. شنو غادي نزيد عليها البنات؟ هذه ماشي هي التبريمه اللي حطيت ديك النهار ولقات اقبال كبير، هذه شبيهه ديال هذيك التبريمه، ولكن هذيك التبريمه ممكن انك تستعمليها يعني في اي وقت. وهذا هاد التبريمه خصك تستعمليها حتى تكون الوجه ديالك نقي والمسامات محلولين. غنستعمل معلقه ديال المهم معلقه ديال البودره البيضاء اولا الغاسول الابيض اولا الطين الابيض.
هذا اللي ما كيعرفوش الغسول الابيض راه كيكون عند العطار، ويستعمل معلقه ديال هذه النشا. التبريمه الاولى اللي كنت ديجا حطيت في القناه راه مستعملاش هاد المكونات، مستعمله فيها زعفران، مستعمله فيها البودره ديال الحليب غبره. غادي ناخذ فرماجه او الجبن المثلث او الجبن اللي الدهن، حيت بزاف الناس ما كيعرفوش. علاش كنت ما تستعمليش هاد الوصفه هذه؟ لان الا كانت البشره ديالك حساسه كتولي حمراء بهاد التبريمه هذه، لابو كتهيج. فداك الشيء علاش كنقول لك ما تستعمليهاش، وانا كنصحكم، راه كاينه شي وحده اللي ما تنصحكمش بصفه نهائيه، تقول لك عادي ليها لاي نوع ديال البشره. انا تنقول لك اختي البشره ديالك حساسه ما ديريهاش. عندي نسكافي، نسكافي قهوه سريعه الذوبان. ايوا سمحوا لي نقطعها هايا قهوه غادي نديرها حتى هي. اخر حاجه الماء ديال الورد، الماء ديال الورد كتستعملوا شويه باش كتفزقوا هاد ريحته زوينه. هذا الماء ديال الورد زوين صراحه، كتفزقوا داك البودره اللي درنا. صافي غادي نمزج هادشي ونعاود نرجع معاكم. الغزاله ديالي انا رجعت معاكم بعد ما كملت. شوفوا 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 شحال غزاله، تقريبا دايره بحال التبريمه الاولى اللي ديجا صاوبت، ولكن المكونات كيختلفوا. دابا ان شاء الله غادي ناخذ شويته ديالي اللي كنحمق عليها، كنموت على هاد الشويته. عرفتي علاش؟ لانها ماركه وفي نفس الوقت رطيطبه. مهم غادي ندير تبريمه على وجهي. بسم الله على بركه الله، غادي نديرها على الوجه ديالي كامل، نخليها تنشف ماشي تكرم. دائما تنقول في كاع الفيديوهات ديالي ديال التبريمات كنقول خليو التبريمه غير تنشف فقط ماشي تكرم، ومن بعد غادي تبرموها. انا غادي نديرها على وجهي ونعاود نرجع معكم باش الفيديو ما يجيكمش طويل. خليكم معايا وما تمشيو فيه. انا الغزالات ديالي رجعت معكم. مهم انا طبقت على وجهي، ما تقولوش لي ديري انت ديريش الوصفات العنقي، راه كندير الوصفات العنقي. دابا اختكم يلاه دوشات، علاش غادي نديرها العنقي؟ ما كاين لاش نديرها العنقي. الوجه بالنسبه لي انا هو الاساس في هذه اللحظه، لان اصلا لابو ديالي اصلا نقيه، محيده الوسخ، محيده كلشي، بغيت غير استافد شويه الوجه ديالي منه وصافي. اصلا انا اختكم فاطمه زهره ما فيها حتى شي حاجه، ديما تتقولوها لي، تتقولوا لي ما تكثريش، راه الوصفات ما كنديرهمش يوميا، راه الفيديوهات كيكونوا ديجا مصورين عندي. المهم البنات الزوينات نخليوها على الوجه غير تنشف ونعاود نرجع معكم. الغزالات انا رجعت معكم بعد ما التبريمه ديالي نشفات وماشي كرمات، وكنأكد على هاد الحاجه هادي، ان التبريمه خصها البنات تنشف ماشي تكرم. مهم دابا غادي نبدا نبرم. بسم الله على بركه الله، اقوم ببرم وجهي هكذا. نهضر لكم باللغه العربيه هانتوما. قسما بالله وها هما العواشر داخلين، ما كنكون دايره شي حاجه في وجهي البنات، قسما بالله الا لابو ديالي هكا ما عندي علاش انا ندير فوندو تا هون. اصلا لا اصلا يخدموا عقلكم، انا دايره فوندو تا كاع وجيت نبرم بحال هكا قدامكم، واش الفوندو تا غادي يبقى ليا في وجهي؟ راه غادي يمشي مع التبريمه اكيد، وغادي يبان وجهي على حقيقته، ولكن حقيقه وجهي ها هي كنقولها وعارفه اشنو كنقول. هانتوما كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم، والبنات اللي البشره ديالهم حساسه ما ديروش هاد التبريمه لانها كتحمر وكتهيج الوجه الحساس. ديجا الفرماج كيحمر الوجه، شفتو؟ دائما كنبرم جهه وحده باش كنبغي ناخذ صوره ديال المينياتور اللي غادا تكون في الفيديو. ها هي التبريمه على الغزالات، ها انتوما يا الفنات شفتو. شفتو
كيعجبني انا صراحه، ما نكذبش عليكم نقول لكم واحد السر، ان التبريمات بحال هاد التبريمه هادي والتبريمه الاخرى اللي جابت واحد العدد كبير ديال المشاهده، ما كنغسلش، غير كنبرمها، كنمسح وجهي بشويه ديال الموارد وصافي، ما كنغسلش وجهي لان ديجا هو اصلا نقي، وهذه هي القاعده ديال هاد الشيء كامل، هي ان الوجه خصو يكون نقي قبل يعني ما ديري هاد التبريمه. ملي ديري التبريمه ديريها حبيبه ديالي في الليل، دابا راه يلا ود المغرب يعني، ديريها ما تعرضيش وجهك لا للشمس لا حتى شي حاجه. شفتوا، نتمنى من الله ان هاد لا فيديو يعجبكم، تهلاو ليا في ريوسكم. بلا ما نقول لكم نوض نغسل ونعاود نرجع، ها النتيجه، انا ما غاداش نغسل التبريمه وما كنغسلهاش، غنبرمت هادي صافي وغادي نمسح وجهي بشويه الماء ورد ونجلس، هادشي اللي كاين. نتمنى من الله ان هاد لا فيديو يعجبكم، تهلاو ليا في ريوسكم، ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف، بوسه كبيره ليكم، باي باي.